مشاهدينا رجعنا لكم لحتى نكفي صباحنا لليوم. قديش فكرة انه نحن دائما نربط العلم بالعمل هي فكرة ممكن نحن تواجهنا كثير من الصعوبات خلال الفترة هي بسوريا. ممكن كثير نقول طيب نحن عم ندرس وعم نتعب لكن ما في عنا شيء عم يتطبق على ارض الواقع، ما في عنا مستثمر ممكن يستثمر الافكار اللي براسنا، ما في مستثمر ممكن يستثمر الاشياء اللي نحن عم نقوم فيها خلال فترة دراستنا. علا خلال هي الفترة صار فكرة جديدة هي بجامعة تشرين، طبعا بنحيي كل القائمين على هيك افكار، هي اقيمت لحتى تستثمر افكار وطاقات الشباب، تربط العلم بالعمل. قديش مهمة هي القصة؟ كثير مهمة خاصة للمجالات والتخصصات التطبيقية، ما كثير الأشخاص بيفوتوا على الجامعة، ما كثير ببالهم مشاريع، أنا هذا المشروع شو بده يفيدني؟ أنا كيف ممكن استثمر؟ وكيف ممكن أنا أدخل فيه لسوق العمل؟ هيك ورشات كثير مهمة يزن لحتى أنا أعرف الطلاب على مستثمرين، مديريات يمكن، حتى راعيين خلينا نقول لهيدي المشاريع. تماما، يعني هون بنتحدى التحديات، فلهذا السبب أقيمت بجامعة تشرين ورشة عمل لتحفيز نقل التقنية واستثمار مخرجات المشاريع التطبيقية، لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بتفصيل أكثر. معنا مدير مكتب نقل التقني المهندس عزيز عسيكرية. يسعدنا صباحك يا رب. يسعد صباحكم وصباح المشاهدين. يسعد صباحك. نبلش من محل ما انتهى يزن. نقل التقني، احنا كنا عم نحكي تحت الهواء انه عنوان الورشة ضخم، انه صفحتين اخذ لحتى شرحنا. نحكي عن مفهوم نقل التقني استاذ. هلا مفهوم نقل التقني حرفيا ممكن العالم تروح باتجاه نقل شيء من خارج القطر لضمن القطر، نقل تقانه معينه من برا القطر لضمن القطر، بس هو المفهوم الاساسي للمكتب نقل التقانه هو نقل المخرجات البحوث العلميه اللي بتتم ضمن مراكز البحوث العلميه من بينات الجامعات، من هالمراكز الى السوق والى الفعاليات الاقتصاديه. فهذا بيندرج ضمن طبعا تحويل الابتكارات والاختراعات، وبراءة الاختراع طبعا بتكون ضمن الجامعات بشكل عام، تحويلها الى منتجات ملموسة، بالإضافة لتحويل المعارف والخبرات الموجودة بهالمراكز البحثية الى السوق. حلو كتير. طيب أستاذ، إذا بدنا نذكر بأنه هو محدث جديد يعني في جامعة تشرين، شو هدف من إحداثه بجامعة تشرين؟ وإذا كمان بدنا نذكر شو ارتباطه بهيئة البحث العلمي؟ طبعا بالعام بأواخر العام 2020 صدر قرار من مجلس التعليم العالي بإحداث المكتب الوطني لنقل التقاني بالهيئة العليا للبحث العلمي. لاحقا بمنتصف العام 2021 أحدثت الهيئة العليا للبحث العلمي المكتب الوطني لنقل التقاني، وكان في طلب للجامعات أو للمراكز البحثية عموما بإحداث مكاتب نقل تقاني ضمن الجامعات. مكتب نقل التقاني فنيا بيتبع للمكتب الوطني لنقل التقاني ضمن الهيئة العليا للبحث العلمي. تمام. وظيفته تندرج ضمن وظائف المكتب الوطني لنقل التقاني ودوره التنسيق معه. طبعا إداريا هو يتبع للسيد رئيس جامعة تشرين، لكن فنيا مهمته التنسيق مع المكتب الوطني لنقل التقاني لتنفيذ عدد من المهام اللي هي تسويق المنتجات البحثية، تسويق المنتجات البحثية من جامعة تشرين إلى سوق العمل، أيضا تلبية يعني العمل على تلبية الاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية، بالإضافة لإنشاء قاعدة بيانات للمخرجات البحثية اللي بتكون ضمن الجامعة، وبالإضافة لتحفيز أو تشجيع الباحثين والطلاب على يعني على موضوع البحث، على موضوع البحث العلمي التنموي، وبالإضافة لتعزيز عملية تشجيع تعزيز عفوا عملية تحفيز الطلاب على الحصول على براءات اختراع والاتجاه نحو الأبحاث التطبيقية بدل ما الاعتماد على الأبحاث النظرية. تماما. صحيح. طبعا هذا الحكي بيساعد على كمان تعزيز فكر ريادة الأعمال بين الطلاب وبين الباحثين. أكيد عم نحكي عن العديد من المهام للمكتب، المكتب نقل التقاني، عم نحكي أنه محدث جديد بجامعة تشرين، مهمته الربط والتشبيك خلينا نقول. أدي هذا الموضوع عم يعطي تحفيز للطلاب، مثل ما حكينا بالبداية الطلاب بيفوتوا على الجامعة ما بيعرف كيف بدهم يتوجهوا، المشاريع عم بتكون نظرية خلينا نقول، قد هيك مكتب بيحفز الطلاب خلينا نقول وبالتالي بيرفع مستوى الجامعة ككل. طيب تمام. دور المكتب مثل ما حكينا، دور المكتب هو تحفيز الطالب للاتجاه نحو الأبحاث التطبيقية. طب كطالب
شو الغاية من الحصول على بحث تطبيقي، ونحن كمكتب تمام. شو الغاية من أنه الطالب فعلا يتوجه نحو الأبحاث التطبيقية؟ الغاية الأساسية تلبية الاحتياجات الموجودة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، زائد تحقيق مدخول للباحث، وبالإضافة لجامعة تشرين. طبعا هي بالأخير أي بحث بيكون ضمن جامعة تشرين هو من حق جامعة تشرين، بالإضافة للباحث. وبهالحالة كيف منحفز الطالب؟ نحن عن طريق أنه نحن بتشتغل بحث، بتحل مشكلة معينة من خلال هالبحث موجودة بالقطاعات الإنتاجية أو الخدمية أو بالقطاع الخاص. فبهالحالة أنت بتحقق أول شيء، بتاخذ البحث، بتاخذ الدرجة اللي عم تشتغل عليها، سواء كان تخرج أو إجازة أو ماجستير أو دكتوراه. وزائد بيكون بحثك يعني له تنموي، وممكن يحقق لك مدخول مادي على فترات طويلة. حلو. فهي النقطة بتحفز جدا الطلاب وتحفز الباحثين، لأنه نحن لا ما عاد رح نشتغل البحث ونتكلف عليه ونحطه على جنب، نحن ممكن نحقق من خلاله فائدة مادية لنا، مكاسب كمان. بنقطة تانية ممكن يحولوا هن من خلال هذا المشروع، يتحولوا ل يعني بنساعدهم لاحقا عن طريق الشراكات لحتى يتحولوا هن فعلا لشركة ناشئة، ويتبنوا ممكن هن يتبنوا هالمشروع مقابل دعم مادي طبعا، ويبدأوا فيه كانطلاقة لهم بعد نهاية مرحلتهم الجامعية. هذا الكلام كتير مهم فعلا، وأي طالب عم يسمع حاليا فهو رح يكون كتير متفائل. بس خلينا نذكر أنه في يعني في أشياء وفي أمور ممكن، وفي ورشات وفي فعاليات كتير بتصير توعد وعود، لكن نحن اليوم عم نشتغل على أرض الواقع. لكن لندخل لنعرف أكثر عن تفاصيل كيف عم بتتم آلية التشبيك، كيف عم بتتم آلية فعلا دعم الطالب بشكل مباشر. خلينا نحكي شوي عن تفاصيل هاي العملية. لنحكي بالأول على أنه عمر المكتب أقل من أو عام عمر تمام. المكتب عام تمام. الورشة العمل اللي قمنا فيها من فترة واللي كانت هي صلب الموضوع اللي عم نحكي فيه اليوم، كان الغاية الأساسية منها هي التعريف بعمل المكتب. حلو. فنحن هدفنا كمكتب نقل تقانة الانتشار بين الطلاب والوصول لأكبر شريحة ممكنة، خصوصا بالكليات والكليات التطبيقية من جهة. من جهة تانية كمان هدفنا نحن يكون لنا علاقات مع المؤسسات الحكومية زائد القطاعات الإنتاجية خارج الجامعة. من خلال هاي الورشة نحن قدرنا نحصل على مجموعة من الشراكات ومجموعة من العلاقات المهمة راح تكون هي أساس أو نواة لحتى نشبك بشكل أكبر لاحقا مع المؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية المختلفة في المحافظة. فهيك يعني عملية التشبيك هي بتبلش أول شيء إنه نحن عنا مثلا مجموعة من المخرجات البحثية الموجودة اللي ممكن تخدمكم أنتوا كقطاع إنتاجي أو كقطاع خدمي. تفضلوا مثلا هي المخرجات البحثية، شوفوا أي شيء بيناسبكم، نحن جاهزين لنتعاون معكم ونقدم لكم هالمخرجات بالتفاصيل اللازمة لحتى تتبنوها وتشتغلوا عليها وتحسنوا أنتم مثلا من أدائكم. وبنفس الوقت كمان بنطلب منهم نحن من خلال وحدات البحث والتطوير الموجودة حلو. بالوزارات أنه يقدموا لنا أفكار مقترحات حتى يعني حتى نقدر نعطيها للطلاب انه يشتغلوا عليها، بدل ما يشتغل الطالب اي بحث مثل ما حكينا من شوي اي بحث، لا نحن بتجي الجهه او المؤسسه او القطاع المعين قطاع تماما اي شيء بيقدم انه انا احتياجات ممكن احتياجاته انا عندي حاجه معينه، عندي مشكله معينه، عندي فكره تطويريه معينه لتحسين الانتاج عنده او تحسين الخدمات اللي عم يقدمها، فبدي حابب انه احد الطلاب يشتغل على الاساس وانا بقدم له الدعم. هذا الحكي كلياته راح يكون من خلال مكتب نقل التقانة. فمكتب نقل التقانة مهم جدا، يعني صاير هو صله وصل بين سوق العمل والجامعه. تمام. معنا هون عم نحكي معناها المفروض يكون في تشبيك ما بين سوق العمل والكليات ضمن الجامعات. يعني هون نحن ما مو طلاب رح يجوا يقدموا مشاريع، هون كليه او قسم او اختصاص معين كقسم معين رح يقدموا لكم المقترحات. خلينا نقول مشان نعرف اكثر عن المكتب. الحصة أنه طبعاً كافة الأبحاث اللي بتتم ضمن الجامعة من أي كلية، سواء كانت كلية تطبيقية أو كلية حلو. أدبية، هي أبحاث علمية. طبعاً نحن منكن لها كل الاحترام صحيح. لكن نحن كمكتب نبحث عن
مشاريع يعني حرفيا التطبيق. الابحاث التطبيقيه والمشاريع التطبيقيه اللي لها منتجات ملموسه ممكن تساهم على ارض الواقع. من بيناتها مثلا مشاريع الطاقه المتجدده اللي هي حاليا بتخدم جدا في الاوضاع اللي نحن عم نعيشها. فنحن بدنا نطلب من الكليات تزودنا بمجموعه من المشاريع. ليس ما يتم انشاء قاعه البيانات اللي عم نعملها نحن لكافه المخرجات البحثيه بجامعه تشرين. حلو. المشاريع اللي بتورد للمكتب بيتم دراستها وفق استماره معتمده من قبل اللجنه الوطنيه للنقل التقني اللي جامعه تشرين هي عضو في هذه اللجنه. بيتم تقييمها وفق استماره بتحصل على درجات معينه. طبعا الدرجات ابدا ما لها علاقه بانه هذا المشروع فاشل ولا لا، وانما لها علاقه شو اهميته حاليا احتياجه الحالي. فالمشاريع ذات الدرجات الاعلى نحن بنرفعها بنوافي فيها قسم نقل التقاني بالهيئه العليا للبحث العلمي اللي يتم عرضها على اللجنه الوطنيه لنقل التقاني اللي هي بتضم ممثلين عن طبعا اللجنه المكتب الوطني لنقل التقاني، مكاتب نقل التقاني بمختلف الجامعات الحكوميه والخاصه، زائد ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة، زائد ممثلين عن الوزارات المختلفة الخدمية والإنتاجية مثل وزارة الصناعة، وزارة الزراعة مثلا إلى آخره، زائد ممثلين عن القطاعات الإنتاجية الموجودة بالدولة. فنحن من خلال الاجتماعات الدورية اللي بتتم باللجنة الوطنية لنقل التقاني بنعرض، وتم طبعا جامعة تشرين هي عرضت باللجنة بالاجتماع السابق للجنة الوطنية لنقل التقاني، عرضنا حوالي 50 بحث كان تم تقييمهم من خلال فترة العمل السابقة، وتحول جزء منهم لمرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية لحتى نعرضها على المستثمرين. إذا أستاذ بدنا نرجع شوي هيك لموضوع الورشة، إنه مين شارك فيها؟ شو أبرز البحوث؟ شو أبرز الأفكار اللي تقدمت خلال هاي الورشة؟ الورشة تم التحضير لها من حوالي الشهرين بالتنسيق بين مكتب نقل التقاني بجامعة تشرين والمكتب الوطني لنقل التقاني بالهيئة العليا للبحث العلمي. كان الهدف من الورشة مثل ما حكينا أول شيء التعريف بمكتب نقل التقاني والمكتب الوطني لنقل التقاني. طبعا أرسلنا دعوات لجميع كليات جامعة تشرين دون استثناء، قدمنا لهم إعلان الورشة وموضح فيها الأهداف الورشة اللي كانت التعريف بالمكتب وتقديم مجموعة من المخرجات البحثية لسوق العمل. نحن حطيناهم بصورة أنه في فعاليات اقتصادية معينة رح تجي ممثلين عن المؤسسات الحكومية والقطاعات الإنتاجية. تم تقديم طلبات كميا عدد جيد لا بأس فيه من الطلبات. يعني عندنا حوالي 130 مشروع مشارك في الورشة، فهي ورشة فعلا ضخمة. وكانت شيء بيميزها انه مختلف كليات جامعة تشرين. يعني نحن عندنا مشاركة من 7 كليات ومعاهد عليا بالإضافة للكلية التطبيقية، يعني 8. فإذا الورشة ما أنا مخصصة لكلية محددة معين. أو لا نحكي الكليات الطبية أو الكليات الهندسية، لا، كان في مشاركة من مختلف الكليات بما فيهم كلية طب الأسنان شاركت، لو بحث واحد ولكن شاركت. المشاريع ما بعرف إذا أنتم عرضتوا مجموعة من اللقاءات على الشاشة لبعض المشاريع المشاركة. كان في مشاريع مميزة فعلا بتخص، يعني مشان ما أذكر أنا أسماء المشاريع تحديدا، جميع المشاريع المشاركة تقريبا كانت مميزة. في منها كان بخص الصناعات الغذائية، تحسين المنتجات الغذائية. في منها كان بخص العمليات، تحسين العمليات الطبية وإنتاج الروبوتات المساعدة أو تصنيع الروبوتات المساعدة بالعمليات الجراحية مثلا. كان في شيء بخص عملية تحسين إنتاج الطاقة المتجددة. كان في شيء بخص البيئة، كانت كثير مواضيع حلوة بتخص البيئة والمعالجات اللازمة. كان في موضوع مميز كمان حول حصاد المياه من الضباب أو من الرطوبة، هي من المعهد العالي للبحوث البحرية. فإذا كان في مجموعة، يعني كان أفكار مجموعة جديدة تماما، كان في مجموعة متنوعة جدا من المشاريع المشاركة. طبعا نحن كلمة أفكار جديدة كمان لحتى نوصفها بشكل أفضل، كلمة أفكار جديدة نحن بهمنا دائما بالبحث نقدم الجودة العالية مع الكلفة الأقل. فممكن يكون نحن عندنا مشروع موجود
خارج القطر أو مشغول سابقا، لكن نحن قدرنا نحسن من ظروف التصنيع أو من المواد المستخدمة، فهذا الحكي قللنا من الكلفة، هذا صار مشروع قابل جدا للتسويق والتطبيق. حلو. هي من ناحية الجودة تماما، هي من ناحية المشاركين من جامعة تشرين. احنا هون بدنا نحكي عن شغلة، نحن هون عم نحكي عن أفكار يمكن مفروض متقدم، يمكن حدا عنده مشروع، طالب عنده مشروع ولكن ما نو منهي، ولكن الفكرة بالفعل جيدة، يعني ممكن نقدمها نحن لصناعي لشركة من خلال تقديم وتسويق هيدا المشروع، ممكن تتبنى شيء مثلا فعالية، شيء وزارة، شيء مديرية هيدا المشروع وتساعد الطالب على إنتاج. هون قديه مهم الأفكار المقدمة هي تكون أفكار رائدة، ما مهم المشروع يكون عندي أنا منتهي وخالص وجاهز للتسليم. على الأفكار، الفكرة الرائدة بتحكي عن حالها، يعني طبعا. مجرد يكون في عنا فكرة رائدة، مجرد يكون في عنا نحن براءة اختراع، فإذا عمليا نحن دخلنا بمشروع مشروع تطبيقي طبعا. فعلا قابل للتسويق وللتطبيق ولتحويله لمنتج سواء كان إنتاجي أو خدمي. طبعا. فالأفكار الرائدة فعلا هي يعني هي الأساس وهي الهدف طبعا. اللي نحن بنتمنى نوصل له بكافة المشاريع اللي رح تتقدم لاحقا لمكتب نقل التقاني أو للهيئة العليا للبحث العلمي للمكتب الوطني لنقل التقاني. دائما المشاريع الرائدة هي مشاريع بيكون صاحبها مثلا ممكن عم يحاول يقدم على براءة اختراع ويقدمها لسوق العمل، بس ما هو قادر يوصفها بشكل تماما مناسب ضمن سوق العمل. لنحكي كمان على موضوع مهم، يعني المشاريع الابحاث اللي بتتم ضمن الجامعه هي ابحاث علميه، فاذا العناوين اللي لها هي عناوين علميه، لكن انا لما بدي اقدمها للمستثمر ما فيني اقدمها كعنوان علمي، انا بدي اقدم له اياها بصيغه مبسطه واضحه انه انا من خلال هالفكره فيني احصل على منتج، فيني احسن خدمه، فيني احسن عمليه سير عمليه انتاجيه عندك. فلهيك دائما الافكار الرائده هي بتكون في طليعه الابحاث اللي صحيح. نحن ممكن نسوقها لسوق العمل. حلو كثير، الله يعطيكم الف عافيه. استاذ شو هيك خطتكم القادمه؟ شو خطتكم بالمرحله القادمه؟ خلينا نحكي مبدئيا نحن بدانا بانشاء قاعده بيانات بالمخرجات البحثيه الموجوده بجامعه تشرين، بالإضافة لأنه صار عندنا مجموعة من العلاقات مع المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية. طبعا أنا بتشكر جميع المشاركين من جامعة تشرين زائد جميع الفعاليات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية اللي أرسلت ممثلين عنها، كان عدد المشاركين من الفعاليات كبير جدا، في عندنا من المؤسسات الحكومية 12 مؤسسة زائد 25 مؤسسة من فعاليات الاقتصادية الخاصة والأهلية كمان ورجال الأعمال. نحن رح نتابع عملية التشبيك معهم بشكل من قلبه ضمن نطاق قانوني، نشوف كيف فينا نحن نقدم المخرجات البحثية وكيف فينا نحصل على الأفكار من وحدات التطوير عندهم، زائد بالإضافة لأنه رح نعمل على إنشاء ورشات عمل وإنما ضمن الكليات للتعريف بمكتب نقل التقاني. يعني نحن لليوم مع ضخامة الورشة اللي صارت وضخامة العمل لسه المكتب مجهول عند قسم من الطلاب وقسم من الدكاترة والباحثين. طبعا نحن رح نحاول نتوسع أكثر بهالمجال لنعرف أكثر بعمل المكتب. وين متواجد المكتب ضمن جامعة تشرين؟ المكتب متواجد ضمن وين المكان؟ حالياً الجامعة؟ لا حاليا نحن اخذين مكتب بطب الاسنان القديمة، بكلية طب الاسنان القديمة عند مدخل الجامعة، وراح يتم بالمرحلة القادمة اعادة هيكلة المكتب لتوسيع نشاطاته والحصول على المزيد يعني من الفرص المناسبة للمساهمة تحويل المنتجات البحثية مثل ما حكينا من تماماً. الكليات لسوق العمل. بس أنا حابب هون أحكي عن نقطة مهمة إنه حصلنا عليها ضمن الورشة، إنه في مجموعة من الأبحاث واللي شافها اللي انعرضت، طبعا هي المعروضة من خلال المعرض اللي كان مرافق للورشة، شافوها مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين وأبدوا انطباع جيد لإلها وتواصلوا معنا. في عنا ثلاث فعاليات لثلاث مشاريع تماماً. تمام. ابدوا اعجابهم بالمشاريع، ونحن خلال المرحله القادمه راح نحاول نعمل على تنظيم عقود نقل تقاني بين الباحثين وبين
حلو. هالفعاليات الاقتصادية، من بيناتهم شركة بالسعودية طبعا هي قدمت عرض، قدمت دعم لنا وعجبها في مشروع شركة فادن سبيكتروم. في عندنا شركة صناعة صناعية غذائية زائد شركة صناعة دوائية، هدول ثلاث شركات رح نشتغل معهم بالمرحلة القادمة لنقدر نحصل على أول عقد نقل تقانة على مستوى جامعة تشرين. وهيدي الأخبار هيك بتفرح القلب، خلينا نقول يعني، وبتشجع الطلاب اللي موجودين بالجامعات لتقديم، يكون عندهم أفكار يعني، البداية مع الفكرة تطبيق تمام. أكيد رح يصير تماما لحقا. هي خطوة أو يعني أول خطوة نجاح، أول عقد نقل تقانة رح يعمل نقلة نوعية تماما بكافة كليات جامعة تشرين ومعهد العليا. أكيد. شكرا كثير لك المهندس عزيز السيكري مدير مكتب نقل التقاني في جامعه تشرين، شكرا لحضورك معنا لليوم، وان شاء الله بنتمنى هيك دائما تكون الافكار الشبابيه بالمكان الصحيح وتلاقي فعلا الانجاز والنجاح ان شاء الله. شكرا، يعطيك الف عافيه، شكرا لك، اكيد دعوه لكل الطلاب لتقديم الافكار، شكرا لحضرتك. شكرا كثير لكم ولتخطيطكم للورشه وللقاء الحلو. يعطيك الف عافيه.